السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. فيديو جديد احنا كنتواجدوا عاد في رحبه اخرى ديال زالاميت وديال ولد الحاكم. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم حوالة اخرى من غير الحواله ديال اسبانيا. كاينين كذلك هنا في السوق الاسبوعي بمدينه بركان. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليو على النبي على بركه الله. نوري لكم البلاصه بالضبط ونشوفوا الاثمنه اللي كاينه. الاخوان بالضبط هذا هي الرحبه ديال السوق الاسبوعي، بلاصه السوق والكوري ديال الحواله هو كاين، يعني راه في الدخله ديال السوق. السوق هي ديال الدخله ديالو، وسي الحاكم راه كاين هنايا. السلام عليكم سي الحاكم. السلام، تبارك الله عليك. الله يحفظك. من بعد ما درنا الفيديو ديال الحواله ديال اسبانيا، درك نشوفوا الحواله ديال البلاد. عاود البلاد خويا سي، اللهم بارك. شوف نبداو بالصغار ونجيو طالعين. عاود بسم الله. مرحبا. بسم الله، السلام عليكم. شوفوا هذا بسم الله، ها راه واجد بعدا. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 160 اخويا سفيان. 1600 درهم. 1600 درهم. هذا 1600 درهم. 160 الف فرنك. هذا 160 الف فرنك. طلقوا نشوفوا شي واحد اخر عاود يكون صغير. وري له هذا، وري له هذا. ها وري له. شفنا غير الصغر. جيب له هذا. هذا ها شفنا هذا. شيب ليش؟ هذا بشحال هذا؟ هذا 340 اخويا سفيان. 340 هذا 3400 درهم. 340 الف فرنك. 3400 درهم. اللهم بارك. هذا 340 الف. كيفاش؟ هذا اسمع عندي اخويا. هذا بشحال هذا؟ هذا 220 اخويا سفيان. هذا 2200 درهم، 220 الف فرنك. شوف اخويا سفيان هذا راه يبقى مغالي على ديال الخارج. ياك. هذا اخويا سفيان كاين يبقى مغالي على ديال الخارج. يعني انتم درك راه عندكم البلدي؟ عندنا البلدي. وعندكم ديال الخارج؟ عندنا ديال الخارج. ديال اسبانيا فيه المروه خويا على هذا. ديال العمسوم 10000، ديال البلاد فايت 20000 اخويا سفيان. نهضروا نهضره ديال الصح. هذا بشحال هذا؟ هذا 3800 درهم. هذا 3800 درهم. 380 الف فرنك. نشوفوا قبضوا قبضوا الا مازال نشوفوا. هذا 380، 3800 درهم. هذاك ايه هذاك درناه. باقي شي واحد اخر؟ باقي ناس سفيان. باقي شفنا لك شي حاجه صغيره. صغير عاد نفوتوا للكبار. جيب 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 جيب. هاد السردي هذا بشحال؟ 3600 درهم اخويا سفيان. 3600 درهم. 360 الف فرنك. هذا 360 الف فرنك. 3600 درهم. عندك يطيحك. هاك اللهم بارك. 3600 درهم. هذا بشحال هذا؟ 3500 درهم. هذا 3500 درهم. 350 الف فرنك. وشوف الفرق اخويا سفيان ما بين هذا وديال الخارج. واه هذا شويه، هادو شويه طالعين. هو طالع بزاف. درنا فيديو ديال الحواله ديال اسبانيا هنايا بعدا كاين ما غير هنا ديك البلاصه الجايه. هذا بشحال هذا؟ هذا اخويا سفيان 420 اخويا. هذا 420، 4200 درهم. اللهم بارك. زلمي تبارك الله عليك. دعوا مليحه. الله يحفظك. هذا بشحال هذا؟ هذا 520 اخويا سفيان. 520، اللهم بارك. 5200 درهم هذا. 520 الف فرنك. 5200 درهم. اقربي وصلك في الطوله. 5200. شوفوا هذا اللي قدامه عاود زيد هذا باش يبان. هذا 5200 درهم حتى هذا. 5200 هكذا. هذا بالنسبه اللي باغي الكبار 5200 درهم. 520000. ما هو ديال 6000. هذا 6500. 6500 هكذا. بسم الله. عاون محمد، عاون عاون راه باين السي سفيان. هكذا ها هو هذا 6000 درهم ياك. واه بسم الله. 6500 درهم. هذا 650 الف فرنك. 6500 درهم. هذا بالنسبه للكبار 650 الف فرنك. اللهم بارك. هذه كاينه ديال 420. هذا 4200 درهم. هذا 4200 درهم. هكذا 4200 درهم. هذا 420 الف فرنك. الخير راه موجود. الخير موجود السي سفيان. اللهم بارك. 4200 درهم. هذا 4200 درهم. هذا اللي انفصلينا. هذا 6200 درهم. 6200 درهم. 620 الف فرنك هذا خويا. 4500 درهم. هذا 450 الف. 370. هذاك اللي راه اللي ما يبانلوش الوجه. واه هذا 370. 3700 درهم هذا. هذا 3700 درهم. الرزيل راه محشي تما. هذا اللي يشوف فينا. هذا خويا سفيان 6200 درهم. 6200 واللي موراه. هذاك 6500 درهم. 6500 درهم. تبارك الله ما شاء الله. السلعه كان غير هادو ولا غادي نزيدو على السلعه؟ غادي نزيدو اخويا. حقاش يبان لي كلشي مرشوم، يعني هادو كاع مبيوعين ياك. حنا كنقنعو. هادو كاع تباعو لهنا. واش السي سفيان حنا كنقنعو ونبيعو السي سفيان. اللهم بارك. حنا كنقنعو خويا سفيان ونبيعو. حنا كنبغيو نتعاونو مع المسكين
واللي لاباس عليه وحنا كلشي حنا قود فيها خير. يعني هادو اللي هنا مازال ما تباعوش؟ هادو ما تباعوش. هادو خويا سفيان تباعت هاد السلعه. هادو اللي هنا مرشومين كاملين راهم مبيوعين. واش مبيوع اخويا سفيان؟ اللهم بارك لك. انا دور العام اخويا سفيان. تبارك الله اللهم بارك. اللي كيدي شي حاجه كيولي عندنا. تبارك الله اللهم بارك. واه وحنا كاع الناس بغينا تعيد. ولا كملتوا هذا تزيدوا سلعه اخرى. تزيد اخويا سفيان نزيدوا عندنا برا راه عندنا السلعه مازال. فيها خير. يعني اذا خصكم الى خصنا السلعه اللي تزيدوا سواء هذه ديال البلاد سواء ديال الاسباني. ديال الاسباني نزيدوا كل شيء اخويا. عندنا الصغيره والكبيره والمتوسطه عندنا ربعه ديال الماركات اخويا سفيان. اللهم بارك اللهم بارك وزدتي ذلك. ها هو الاخوان البلاصه اللي قلت لكم فين في الشوكه. هذا هو الكوري هو الاول كاع الدخله ديال السوق. النمر ديال التليفون ها هي تيسو السميه تيسو 06 76 69 97 18. ها هي هنايا مكتوبه في الحيط على برا. بهذا اخوتي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش خوتي تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم وصحابكم وما تنساوش تصليو على النبي. السلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله.